حتى أنا تكون حتى يكون بيتي مستقر وبيتي سعيد في علاقتي مع أولادي، لابد أني أعطي أولادي إحنا نسميها مسافة تربوية. ما معنى المسافة التربوية؟ يعني أغمض عين وابني قاعد أشوفه يخطئ خطأ أو بنتي وأنا ساكت. صعبة شوية، قضية صعبة. ليش صعبة؟ لأني أنا إذا بحاسب ولدي أو بنتي على الوحدة ونص، كل غلطة أحاسب. تعرفون إيش عملت أنا؟ إيش عملت؟ ها؟ الله يفتح عليك. قال سلام عليك. أولادنا يقولون سلام عليك بابا، أهلا وسهلا ماما. ولذلك يبدأون بعدين الأولاد يستخدمون أسلوب التمثيل، يصير لما أبوه يكلمه ولا أمه يسوي كذي، يقول ها إن شاء الله، حاضر حاضر إن شاء الله، على رأسي على عيني، بس خليه يلتفت بس، يفعل ما يريد لا ما أنت تريد. وهذه التربية تنشئ جيل من المنافقين، هذا يسمونه نفاق تربوي. أنا أحد الآباء يقول لي الحمد لله أنا عندي 6 أولاد، أول ما أدخل البيت يوقفون في الصالة يكبرون يصلون جماعة. قلت له ما شاء الله، باتجاه القبلة ولا عكس القبلة؟ لا والأخ فرحان مبسوط، يعني إنه يعني ها أولاده يصلون جماعة، لأنه ما يصلون جماعة إلا لما يدخل هو البيت، وإذا هو ما دخل البيت ما في صلاة. طيب إذن أول مفهوم تربوي لابد يكون في مسافة تربوية. يعقوب عليه السلام اجتمعوا إخوة يوسف على يوسف عليه السلام وألقوه في الجب، صح؟ ما الفرق بين الجب والبئر؟ هم ألقوه بالبئر ولا بالجب؟ بالجب. ما الفرق بين الجب والبئر؟ البئر فيه مي، صح، والجب يجتمع فيه الماء، يعني لما ينزل المطر يجتمع فيه الماء، لكن في الأساس ليس فيه ماء. فلما ألقي في الجب ما كان فيه مي، معناته ألقوه في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. يا الله يفتح عليك. تمام، فإذا ألقي بالجب يوسف عليه السلام، صح؟ طيب، وبعدين تعرفون القصة أنتم كلها، جاءوا أباهم عشاء يبكون، عادة أطفال بني إسرائيل ما تجي العشاء، تجي قبل المغرب، هذه أول مرة أطفال بني إسرائيل يجون العشاء. ليش جايين العشاء؟ ليش ما جاءوا قبل المغرب؟ لأنه حاطين دم على القميص والدم كذب، ليس الدم صادق، على قولة واحد عندنا في النادي قال يعني حاطين كاتشب. قلنا لا مو كاتشب بابا، هذا دم ذابحين دجاجة ولا كذا وحطوه، خلاص مشي حالك، فدم كذب ليس دم يوسف. وبعدين القميص كامل، ايش هذا الذئب الذكي يعني اللي شال القميص؟ وبعدين كيف كانوا يلبسون القمصان اول؟ يعني من عهد ابراهيم عليه السلام، تعرفون كيف احنا نلبس الاحرام؟ الاحرام ها؟ الاحرام هذا هو نفسه القميص، هكذا كانوا يلبسون، هكذا قمصانهم. يعني اذا حد فيكم راح متحف اللوفر، ما ادري رحتوا له في باريس؟ متحف اللوفر اذا رحتوا له في تماثيل من ايام الكلدانيين. الكلدانيين أيام من؟ إبراهيم عليه السلام، اللي بعد جيلين جاء يوسف عليه السلام. التمثال التماثيل الأصنام إلى الآن في متحف اللوفر رؤوسهم مقطعة، يعني التمثال موجود ورأسه جنبه، ولأن إبراهيم عليه السلام ها كسر الأصنام، موجودة باللوفر شوفونها. فإذا يوسف عليه السلام في هذا الجيل نشأ، فهذا قميصة، فأتوا بقميصة. سؤال، يعقوب عليه السلام يعرف أنه عياله كذبوا ولا لا؟ يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. طيب سؤال، هم قال لهم أنتم كذابين؟ ليش ما قال؟ ليش ما واجه المشكلة؟ قولوا لي تربويا ليش ما واجه؟ عارف أنهم مجتمعين 11 واحد كلهم كذابين، ليش ما قال لهم أنتم كذابين؟ سؤال ثاني،
ليش ما قال لهم طيب بكرة لما يصير الصبح خلوني أشوف المكان اللي الذئب أكل فيه ولدي يوسف؟ أنا بشوف مكان الجريمة حتى أطمن. ليش ما قال لهم؟ ليش؟ هذا ما نسميه بالمسافة التربوية، أن ولدك يخطئ أنت تغمض عينك. ليش تغمض عينك؟ لأنك أنت لا تريد أن تقوم سلوكه الآن، أنت تريد أن تقوي علاقتك معه الآن. تقويم السلوك متى يأتي؟ في المستقبل. ولذلك متى تاب إخوة يوسف؟ بعد 40 سنة من الحادث. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. 40 سنة. شوف النفس التربوي، ها، شوف النفس التربوي.